رمضان مبارك عليكم، معاكم نبيل، ودي شكل علبة الكيس اللي احنا هنشتغل عليها. ناخدها في حضن عادي وهي عليها حاجات من بره علشان الشحن الدولي بقى والكلام من ده زايد جوه فيه في اللين، فانت متخيل الكيس هتبقى صغيرة ازاي. ودي علبة الكارت اللي احنا هنركبه عليها النهاردة، انت متخيل شكل علبة الكارت جنب علبة الكيس عاملين ازاي. فاحنا النهاردة هنركب هذا العملاق، هذا العتي، هذا الهرقي في هذه الكيسة الجميلة العصرية الكولر ماستر تي دي 300. ماشي عليا ان اعمل حجم الصغير ده لان النقط ضعف في اي تجميع كي سي. في حاجة كده بشوف الناس بتقع فيها وهي بتفتح الكيسة بتاعتها. اول حاجة ان هو طبعا بيفتح الجزء الفوقاني ده كده عادي، تمام، وبعد كده بيبدأ ان هو يحاول يطلعها من الفلين، ان هو كده يمسكها ويطلعها، هيلاقي دي على طول بتطلع معاها على طول. طب الحل ايه هنا علشان ما بهدلش الدنيا اكسر الكيس بتاعتي؟ كل اللي عليك تعمله انت تفتحها كده للاخر، اثبتي بقى تمام، وتروح وبش قلبها كده بس، خلاص هي دي القصه كلها. ابدا بقى ايه، طلعها واحده واحده اهي بس كده. حاجه ثانيه كده الحكايه ايزي خالص، هتلاقي كل حاجه وقعت تحت، مش مشكله، مش عايزين الكتاب في حاجه، كل حاجه اصلا المهمه جوه الكيسه نفسها. تبدا بقى بعد كده ان انت بكل بساطه ممكن تحطها كده عادي على جنب من الجنون اللي فات في الليل، تشيل في الليل ايزي. شايف بقت ايزي ازاي كده اهو، وتروح جايبها كده اهو وبس كده، تلاقي الكيسه طلعت معاك عادي بسهوله. بص قد ايه خدها في حضنك والله، بص ايه خدها في حضنك وانت ماشي كده عادي. وكالعادة زرار الباور على شكل لوجو كولر ماستر، ودي حركة صايعة حرفيا من كولر ماستر، بتدي للمنتجات بتاعتهم هوية او طابع خاص. اما عن الفرونت بانل ففي عندك منفذين USB 3 ومنفذ سماعة ومايك. الواجهة الامامية شبكية او مشد علشان تضمن تدفق الهواء بشكل ممتاز، لان حرفيا المساحات الصغيرة او الكنزة الداخلية مش بتكون الافضل من حيث درجات الحرارة، فلما تديها تدفق هواء ممتاز وتزق الهواء السخن ده وتبدله بهواء بارد بسهولة اكيد هيحل المشكلة معاك. وشكله فيه زي كريستالات 3D كده، بتدي لك احساس حلو، وسهل ان انت تفك الواجهه دي لما تشدها كده من تحت علشان تنظف الشبكه من جوه او تنظف المروحتين اللي بيجوا مع الكيسه واللي بيكونوا ادريسابل RGB. اما بالنسبه للجنب اليمين فهو من السكاك، ده ما ينفعش معاه ان انت تقول غير ان هو من السكاك، ما ينفعش تقول زجاج او ازازه، صقنن، خليك في الصقنن. بس قد ايه جامده جدا يعني شكلها بصراحه. وفيها ميزه، فيها ميزه عجباني قوي قوي، وهي ان انت لما بتثبت الازاز كده، يعني انا مثلا الكيسه معايا اللي هي اللي ورا دي اللي شغاله، هوريك دلوقتي هركب دي كده بس، ايوه كده اهو. الكيسه اللي ورايا دي انا لو انا فاكك المسامير بيقع، ما يقدرش يمسك نفسه كده، انما هنا علشان انت تطلعه لازم في مجرى بيمشي فيها، فدي بتبقى يعني حاجه امان علشان الازاز بتاعك ما يتكسرش منك في يوم من الايام ويقع. انا قبل كده وقع من الازاز الجانبي اللي ورا، بس الحمد لله ما اتكسرش. وده بيدينا انطباع عن الازاز بتاع كولر ماستر ان هو بيقدر يتحمل، ولكن اوفرول تناول اللوك ده بيفرق معاك جدا في امان الازاز بتاعك. وجوده تصنيع الكيسه ممتازه بالنسبه للحجم وكذلك السعر اللي هقول لك عليه كمان شويه. الكيس دي بتدعم تركيب بورد ميني اي تي اكس ومايكرو اي تي اكس. البورده اللي انا بركبها حاليا هي الايسوس تاف بي 660 ام، وعمليه التركيب الحقيقه سهله، وده لان انت بتقدر تفك الجزء العلوي وتقدر تشتغل من غير اي قيود ممكن تحصل عليك وانت بتركب، او انت مثلا بتركب كابل باور العلوي، او ان انت بتعمل اي حاجه بتكون متقيد بسبب الجزء العلوي ده. الموضوع ده كمان بيسهل عليك عمليه تركيب المراوح والمبردات المائيه، لانك بكل بساطه بتقدر تركب الكلام ده كله بره الكيسه وتروح حاطط الحته العلويه دي وتقفل عليها المسمارين وتخلص الكلام. الكيسه بتدعم مبردات مائيه بحجم 120 240 وكمان 280 مللي سواء في الجزء العلوي او الجزء الامامي، وتقدر كمان تركب 120 مللي في الجزء الخلفي. انا حاليا بركب مبرد مائي 240 مللي الكولر ماستر ML 240 ادريسابل RGB. اسامي تجيب جلطه على ما تحفظها وتعرف تقولها صح وعلى طول اول مره. العمليه زي ما قلت لكم سهله علشان الجزء العلوي مفكوك والكولر بيجي بمروحتين ادريسابل RGB وكذلك البلوك، شكله هادي وبرضه بينور RGB، مفيش فيه اي شغل لان هو اصلا كولر اقتصادي، فيه مضاد للتسريب، عمره الافتراضي للبامب بتاعه طويل، وبيدعم الدوال شانل او بيشتغل بتقنيه الدوال شامبر. اما لو هنتكلم عن الكولرز الهوائيه فالكيسه دي تقدر تركب فيها مبرد هوائي بارتفاع لحد 166 مللي او اللي هو تقريبا 16 سم. الكيس دي فيها داست فلتر تحت او فلتر علشان التهويه ما يخشش تراب يعني للباور سبلاي، وكذلك في داست فلتر كمان فوق بيمسك
بمغناطيس، حطه كده يمسك مكانه. يعني كعادة برضو كولر مصر مفيش اي جديد في الموضوع ده. الكيس دي بتقدر تركب عليها باور سبلاي كبير بشرط ان انت تشيل الكيج بتاعت الاتش دي دي او المكان انت بتركب فيه الهاردات الميكانيكيه الكبيره عشان تركب باور سبلاي بطول حتى 325 ملي، ومن غير ما تشيل الكيج دي تقدر تركب لحد 140 ملي. وانا حاليا بركب الايسوس طف 650 واط، وده مشكلته معايا ان هو الكابلات بتاعته ثابته، وده طبعا بيكون مش الافضل من حيث الكيبل مانجمنت. فانا افضل جدا مع الكيسات دي ان انت تجيب حاجه فول موديولر او سيمي موديولر. تقدر تركب 2 اس اس دي في الجزء ده و2 اس اس دي او 2 اتش دي دي في الكيج اللي تحت ده، وانا عن نفسي هشيله لان انا اصلا هعتمد في التجميعه دي على الام دوت 2. كمان عايز اوسع مساحه بقدر الامكان عشان الكيبل مانجمنت واخد كابلات الباور. وبحكم حجم الكيسه فاقدر اقول لك ان تنظيم الكابلات هنا اكيد مش الافضل في المطلق، ولكن تقدر تطلع بنتائج فعلا احترافيه ما تبقاش مبين اي كابلات نهائيا. اخيرا صديقي العزيز الجزء المنتظر، وهو تركيب كارت الشاشه. طيب يا شباب، دلوقتي انا ركبت كل حاجه ما عدا الكابل وتنظيم الاسلاك. الحقيقه اللي انا وصلت له من غير تعب كبير يعتبر برده ممتاز. انا مش يعني مفيش حاجه باينه خالص، وكمان لما تقفل اي حاجه مثلا زي السلك اللي معدي من هنا انت كنت شايفها خالص مش هتبان نهائيا مع التمبرت جلاس بتاعه، لان هو فيه يعني تظليل شويه كده. دلوقتي بقى حان وقت تركيب هذا الوحش المدمر، ال 4070 تي اي الايسوس ستريكس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كانت بيدخل شايف على الكيسه من بره. لول، مع ان المفروض من مواصفاتها ان هو يدخل يعني، بس الكارت غشيم، الكارت فعلا غشيم. طب تعالى كده ندخله كده بالورب كده ونجرب. مفيش فايده. مش هتنفع برضو. طب ايه العمل يا ربي؟ بقالي تقريبا ربع ساعه بحاول ادخله مش عايز يدخل بصراحه. الواحد تعب فرهط، فانا شلت كل حاجه يعني، شلت الكابلات الرامات كل حاجه، واجرب برضو مره ثانيه. ان ما كانش بقى اروح مركب ال 3070 طيب الحمد لله، سواء ان شاء الله يجي معانا سكه يعني. بسم الله كده. ايوه ايوه هتيجي هتيجي السنه دي. ايوه 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 بقى يا وديع، انا بس عايز اشوف السكت عشان ما اكسرش الدنيا. ودي ودي يا عم بلبل ودي، مش عايز ادخل. فرهدتني معاك يا كابتن، خلصني. اخيرا اخيرا دخل. انا وسط قطم وظهر قطم يا جدع، مش ممكن يا اختي. انا خلاص انا قضيت، اخلص مش عايز. استغفر الله العظيم يا رب. انا ايه الفتوحه اللي فتحتها على نفسي دي؟ اهو اهو هيدخل. يا باي عطيهم ودي. انا بص انا متحمس اشغله بصراحه. طبعا دي رامات 16 وانا ما انصحش خالص بال 16 مع التجمعات اللي زي دي، بس هم دول اللي معايا دلوقتي ينفعهم. اه نسينا كابل الباور. يا الله كابل الباور. لا لا ما تقولش ان انا هضطر افكه تاني. بالمره برضه اوريكم الظهر بعمل ازاي يعني، انا اظن الموضوع هيفرق معاكم. ده شكل الظهر يا شباب، انا شايف يعني ان الدنيا كويسه جدا. ان شاء الله تظبط. مفيش حاجه خبطه في المروحه الحمد لله، ولا المروحه دي ولا المروحه دي. امورنا لوز اللوز فعليا، اللي هو كده احنا مش محتاجين حاجه تاني. ايزي ايزي اقسم بال يعني مش ايزي قوي عشان ما نحلفش كذب، الواحد ما يفطرش على الفاضي لسه الفجر مأذن، ولكن تمت العمليه بنجاح.
هنبتدي بدرجه حراره الكارت اللي كانت مستقره للغايه في الالعاب بتوصل لحد 65 66 درجه مئويه، ولكن مع اقصى سحب طاقه للكارت ده كانت اعلى درجه حراره وصل لها 75 درجه مئويه حاليا الجو. اما بالنسبه للمعالج فكانت درجات الحراره مستقره في الالعاب، ولكن في الضغط ال 100% كانت الحراره بتوصل ل 95 درجه مئويه، وده لان الكولر ده مش مناسب للمعالج ده. الكولر ده موجه للمعالجات الفئه المتوسطه اللي بتكون 6 انويه، حاجه زي الام دي 5600 3600 الحاجات اللي زي كده، ممكن حاجات زي 3700 الاجيال القديمه، ولكن الاجيال الحديثه اللي بتسحب او سحب الطاقه فيها عالي هتقابل فيه مشاكل. رأيي الشخصي ان الكيسه دي فعليا بتقدم قيمه كويسه مقابل السعر، خصوصا ان الناس في الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه دايما بيجيبوا بوردات من النوع الصغير مش من النوع الكبير، وبيكون شكلها سيء مع الكيسات الميد تاور او اللي بتكون اكبر من حجم البورده، بتحس ان كده في حاجه ناقصه تحت او فراغ كبير. والحل ان انت تجيب كيسه زي دي تضمن لك تدفق هواء ممتاز وكذلك شكل ممتاز، وعند سعر 2500 جنيه تقريبا دلوقتي عند البدر جروب، وهي سعرها بيوصل لحد تقريبا 2800 و3000 جنيه. احب اقول لك ان انا اقدر اتغاضى عن العيوب التاليه: 1 ان مفيش منفذ USB-C في الفرونت بانل، 2 ان الكيسه بتيجي من غير مروحه خلفيه، حاجه زي كده في السعر ده انا شايف ان احنا ممكن نتنازل عنها بكل سهوله. صديقي العزيز، دخل الفرحه في قلب البلبل وحط لايك، سلام.